مباراة اليوم متوقعة تكون كبيرة وكبيرة جدا ومثيرة أيضا في ظل هذا الطقس الجميل. كما يقال جو كورة اليوم، أجواء جميلة جدا، الأجواء أيضا جنونية في المدرجات. نأمل أن تكون مباراة رائعة، سماء صافية، مدرجات ممتلئة، أغاني هزيج، روح عالية تملأ الجنبات في كل سنتيمتر في الملعب. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات. إذا فاتتك البداية فلا تقلق، لأن المباراة في لحظاتها الأولى. الكرة ملعوبة من مسافة، تغيير ملعب ناحية اليمين، فاندرفارت إمكانية تسديد الآن، الدفاع منتبه هنا. زينتشينكو لاعب كثير الحركة بين الدفاع والهجوم في الملعب، بالتأكيد هذا التحول بين الدفاع والهجوم يجعل اللاعب مطلوب عند أي مدرب. ممكن يتحدث البعض عن نقطة ضعفه في حالات الواحد ضد واحد، لكن ما يقدمه في الضغط يجعل من الممكن استغلاله بشكل أمثل داخل خطط مختلفة للفريق. نايمار، رأسية جاهزة، محاولة في منتهى الروعة، لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. زينتشينكو في كرة خطيرة إلى الأمام، بيلينغهام، رودري، ولا الكرة تتحول الجانب الأيمن، رامينيا. مرة أخرى حارس كبير يثبت أنه حارس كألف، رافينيا يعترف هنا بروعة هذا الإنقاذ، روح رياضية جميلة في الحقيقة. نايمار يحاول أن يلعب كرة بينية، بيلينغهام، قراءة ممتازة من الدفاع. شوط أول في طريقة لأن ينتهي، تعادل لا يزال مستمر بدون أهداف. سولانكي، بينية رائعة، تمركز سليم لقطع الكرة، دفاع صاحي كانت له الكلمة العليا، لم تمر الكرة البينية. اختراق الدفاع هنا يتطلب مجهود أكبر، ذكاء أكبر أيضا. هذه هي الروح والانضباط في الملعب، ردة فعل سريعة ودفاع مبهر في الحقيقة. دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر ويعود بالكرة إلى الوراء، تمريرة جميلة الآن، الآن خطيرة، الله على الفرصة، تمر من حارس المرمى لكن القائم يقول لا. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. ربما الشوط الأول لم يكن مليئا بالإثارة اللي تصاحب تسجيل أهداف في العادة، لكن ممكن يكون هناك إثارة أكبر من نوع آخر في شوط المباراة الثاني. تستأنف المباراة مع انطلاقة الشوط الثاني. نيوكاسل على الرغم من السيطرة في الشوط الأول، على الرغم من كمية الفرص من الأفضلية، سيطرة بالطول والعرض، لكنه لم ينجح في استغلال هذه الأفضلية. لا شك أن الفريق الأفضل على أرضية الملعب، لكن النتيجة لا تعكس مجريات المباراة. والبينية تبحث عن المنطلق، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، كرة إلى الأمام، كلويفرت حاول القيام بالكثير من الأمور في نفس الوقت، بالتالي فقد الكرة، كان من الأفضل أن يركز على التسديد. كلويفرت، نتيجة سلبية بين الفريقين في هذه المباراة. يمر ويلعب كرة بينية عند المساحة الخالية على الطرف. انطلاقة كانت جريئة لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم. سلبية هذه الأمسية بدون أن نشاهد أهداف. سولانكي،
يحصل على المساحة. كلويفرت قام بالمطلوب منه هنا، أوقف هجمة كانت واعدة قبل أن تشكل خطر على مرمى فريقه. بيلينغهام، فاندرفارت، أونال يقطع الكرة. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج فاندرفارت. يا سلام على الكرة في الشباك، يا سلام على حضور رائع جدا. المدرب يعرف أنه مع الضغط يكون هناك أخطاء، مع الأخطاء يكون هناك مساحات، مع المساحات هناك فرص، مع الفرص هناك أهداف. بورنموث يستعين للمرة الأولى هنا بدكة البدلاء. التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. بهدوء وكثير من العزم يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. كرة من جهة اليمين. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. كريستيانو رونالدو والكرة راية بعد ذلك وتسلل. لعبة رائعة الآن. تمريرة كانت سيئة للأمانة. بورنموث عليه استغلال هذه الفرصة لإدراك التعادل، لأن المباراة دخلت في الوقت الحساس الدقائق الأخيرة. رافينيا الحارس أكثر من نصف الفريق. شوف اللقطة، شوف التألق، شوف ردة الفعل، شوف شخصية حارس المرمى وقبضة الحديدية. ركنية رقم 2 بالنسبة لهم، وحتى الآن منافس بدون ركنيات. يبعد الكرة عن مناطق الخطورة. زينتشينكو الحكم يطلق صافرة ليعلن نهاية المباراة. يمكن اعتبار هذا نصر المدافعين اللي حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة. كأننا نشوف جدار برلين في مباراة اليوم. فاندرفارت يحصل على جائزة رجل المباراة، ولا خلاف على حقيته في هذه الجائزة بعد أن قدم أداء عظيما اليوم. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي؟ مثل هذه اللقاءات بالتأكيد لا نحب نهايتها. كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتاريخ.